أخضع للعلاج النفسي منذ فترة، ما زلت أتذكرها مع أني حاولت نسيانها لوقت طويل. عانيت لسنوات من الالتهابات المتلاحقة وأوجاع في الظهر، وخضعت للعديد من الفحوص المؤلمة. علي حكها الندبة، لا يمكنني التبول بسهولة. أحياناً يكون الأمر نقطة نقطة نقطة، أو أتبول على نفسي. الجنس لا يحتمل، نصف عضو التناسلي مبتور وخلية ما تبقى منه. ليس لدي سوى ثقب وندبة، إنه قبيح جدا. حين تزوجت بدأت أشعر بالذعر حين أرى زوجي يخلع ملابسه، إنه أشبه بالتعذيب كلما اقترب مني. إنه كعيش ذلك اليوم مرارا وتكرارا. ما زلت لا أتحمل ممارسة الجنس معه. بالنسبة لي، علاقاته مع النساء الأخريات جعلت حياتي أفضل. قال إنه يرغب في امرأة تشبع رغباته، وإن معاشرتي هي أشبه بالاغتصاب. لم أحظ بذروة جنسية مطلقا، تتوقف مشاعر المتعة حين يلامس جسدي. بمجرد وصوله إلى هناك يجعلني أشعر وكأنني نصف امرأة. تحطم قلبي يوم أخبروني إنني لن أنجب أطفالا، وإنني لن أتمكن من منح زوج الطفل الذي يتمناه. وألقت عائلته اللوم علي. عندها بدأت بالعلاج النفسي، وبدأت أسترجع ما منعته ذاكرتي. كنت في الثامنة حين أخذوني، وكانت أختي في السادسة فقط. غطيت أذني كي لا أسمع صوت صراخها، لكن الكوابيس لا تفارقني أبدا، ولمحات الماضي تراودني باستمرار. أول مرة سببت لي مشاكل حقيقية كنت في سن 13. استيقظت في الليل أشعر بألم مبرح. أجرؤ الكثير من الفحوصات، ظنوا أنه كيس، لكنه كان حيضي يتجمع في داخلي. كانت تستلقي أمي على الأرض بجانب سريري في المستشفى. مع كل حيض كنت أخضع لعملية جراحية لإخراجها. ذهبت 20 مرة ببلوغ 16. في كل مرة أردت أن أسأل لماذا؟ لكن لم تنطق الكلمات.